إذن هناك الكثير لعمله. هناك مشاكل، لكن مشاكل تؤثر على مصداقية العراق بصفته جهة عاملة في النظام المالي والاقتصادي العالمي. مثلا البيانات من أصل 190 دولة في المصرف الدولي، في البنك الدولي، هناك العراق هو يأتي في المرتبة 172، إذن من أصل 190 دولة جيدة تعتبر، العراق هو في الرقم 172، الأمر الذي يدل على أن العراق أمامه مسار طويل للعمل في مجال الاستثمارات وتحسين الاستثمارات. أين تكمن مجالات العمل؟ أولاً في توفير الاقتصاد على الأرض، فهنا الاستقرار على الأرض، فهناك عندما ينعم البلد بالاستقرار هذا يقدم حوافز للشركات الأجنبية للقدوم والاستثمار، وهذه مشكلة بالنسبة للعراق. فنحن نعلم التاريخ ونعلم السياسة، هناك استمرار للقتال، وواجه العراق أيضا غزو من قبل داعش قبل سنوات. كل هذا يجعل من العراق بيئة غير مؤاتية للاستثمار، ولكن العراق تتمتع بقادة مؤهلين وأيضا موارد وطنية يمكن الاستفادة منها، ويمكن أن تساهم في توفير التمويل اللازم لتعزيز الاستثمارات. يجب تذليل مثل هذه العقبات المتعلقة بالاستقرار، لأنه يثبت الاستثمارات الأجنبية. هناك الكثير من العمل، ولكن أثبتت الحكومات السابقة بأنه عندما تركز على حل المشاكل سواء كانت إدارية أو سياسية أو متعلقة بالقيود أو الفساد، أثبتت أنها يمكن أن تنجح في تذليلها، وبالتالي يرتفع العراق في مرتبته على تصنيف البنك الدولي كما أسلفت الذكر. نعم. وبالتالي هذا ما يجب فعله، وهذا الأمر سياسي لكي أكون صريحا، أي أنه مناط بأيدي القادة السياسيين في العراق للشروع في هذه الإصلاحات الجدية، الأمر الذي سيوفر تحسينا في البيئة الاستثمارية. إذا لم يحصل ذلك فكل هذه المبادرات لن تعني أي شيء. طبعا الحكومة الأمريكية لديها مصالح سياسية في استقرار العراق، لذلك هناك اهتمام سياسي بتوفير مثل هذه الحوافز والإيرادات للمصارف مثلا لكي تتمكن من الإقراض، إقراض الشركات من القطاع الخاص لكي تعزز نموها، لكن هذا لا يكفي. نحتاج إلى تحول كامل. نعم، هذه إشارات مهمة جدا، يعني ولأجل تذليل يعني هذه المسافة التي ذكرتها، العراق في الموقع 172 من 190 دولة، وتقريب يعني حقيقة الأمر جدية، دليل على أنه جدية حكومية وجدية من القطاع الخاص. أريد يعني في هذه الجدية كيف يمكن استثمارها في نقل الخبرات من الولايات المتحدة للعراق؟ أي الخبرات يحتاجها العراق في هذه المرحلة سيد شيراك؟ يجب النظر في كل ذلك بحسب كل حالة وبحسب كل سيناريو. مثلا أي شركة، أي تقنيات، أي ضمانات، كيف يمكن ضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل جيد؟ طبعا يجب تقديم بعض الضمانات لكي تكون كافية بالنسبة للمستثمرين، أي لكي يقول المستثمرون حسنا الوضع ليس مثاليا، لا أحد مثالي وهناك تحديات، ولكن مثلا في هذه المنطقة أو في هذا المجال في هذا القطاع نحن نثق بأنه يمكننا القدوم والعمل بشكل يعود بالأرباح علينا وعلى العراق، بمعنى أنه يمكن للعراق تقديم مثل هذه الضمانات.
وهكذا يمكن أن يتفاءل المستثمرون، لكن ندرس ذلك بحسب كل حالة وبحسب كل شركة وكل قطاع أيضا، وهذا التقييم يجريه متخصصون في المجال المعين، أي ليس على كافة الأصعد.